قادم الأيام، لأن الزج بأشخاص في السجن وتسريح آخرين ليس فيه روح القانون وليس فيه إطلاقا المساواة في العقوبة عندما يتعلق الأمر بملفات خطيرة كهذا الملف، لأنه أنت تعرف بأنه أحدث شرخا كبيرا داخل المجتمع الجزائري. صحيح. لأننا لم نعتد على ملفات من هذا النوع، خاصة كمية كبيرة كانت ستدخل وستتغلغل بين شباب الجزائر من الكوكايين. والأدهى من هذا أن الذي يرعى مثل هذه القضايا هم مسؤولون أمنيون. صحيح. يعني الأمر ما هوش سهل بهذا الشكل. يعني من جهة نحارب المخدرات والمواد المخدرة الصلبة ككوكايين وأشياء أخرى، ومن جهة أخرى نجد أن المتورطين في هذه الملفات هم المسؤولين الذين توكل لهم محاربة هذه الجرائم. يعني الأمر ما هوش بسهولة التي ربما يعتقدها الكثير. نتوقع الكثير اليوم من بعد سماع أقوال اليوم. يعني أنا أعطيك رأي شخصي، إذا كان الأمر يتعلق باتهام موجه للواء عبد الغني الهامل، أظن أن التهم التي سيتبع بها ستكون خطيرة. وإذا كانت التهم خطيرة بشخصية أسندت لها مهمة حفظ الأمن، فإن أمر الإيداع سيكون هو الإجراء الذي سيتخذه قاضي التحقيق. يعني ربما سيلتحق بركب الأشخاص الذين ينقلون إلى سجل الحراش. ولكن أيضا إذا كان الموقع أو المركز القانوني للواء هو شاهد، فإن شهادته وإفادته تكفي، ثم طبعا سيعود من حيث أتى، وهذا الأمر أيضا لا يمكن استعجاله. ولكن إذا موجه له الاتهام فلا أظن بأن تركه في حالة إفراج سيكون إجراء قانوني سليم. هذا ليس تدخل في أمر القضاء، ولكن بالنظر إلى شخصية الرجل وبالنظر إلى التهم التي سيتابع بها، أظن بأنه الذي يسجن لأجل سجارة مخدرات لا يمكن إطلاقا أن يكون مسؤول في جرائم مثل هذه حر طليق. ربما البعض سي عبد الحفيظ يتساءل حول طبيعة المنصب الذي كان يتقلده عبد الغني هامل بحكم أنه كان مدير عام أسبق للأمن الوطني. تعتقد أنه هذا المنصب رغم أنه هو اليوم انتهت يعني عهدته من هذا المنصب، تعتقد أنه سيوفر له نوع من الحماية القانونية أم أنه خلاص يعني انتهى المنصب سيحاكم على أساس مواطن عادي؟ لا أبدا، هو سيحاكم كمواطن عادي. المنصب قضية انتهت، والتهمة تلاحق الرجل بناء على فترة كان فيها مسؤول أول عن جهاز الشرطة في الجزائر. ثم اتركني أقول لك شيئا، أن في كولومبيا وفي دول أخرى من غير المعقول أنك تشوف مسؤولين يتورطوا في عصابات تاع المتاجرة بالمخدرات وبالكوكايين وأشياء مثل هذا النوع. هذا الأمر جديد في الجزائر. يعني تتعرف بأن المسؤول عليه أن يتقي كل الشبهات، سواء علاقات أو معاملات عقارية أو معاملات شخصية، لابد أن يتقي كل الشبهات، لأن المجرمون الكبار عادة ما يتزوجون برجال السلطة بحثا عن الحماية، ومقابل هذه الحماية يدفعون أموال ويدفعون امتيازات وعقارات وشقق للمسؤول ولأبنائه ولبناته ولزوجته ولأسرارهم. هكذا يتعامل كبار المجرمين خاصة في قضايا المخدرات وقضايا الفساد، والمسؤول يصبح بين لحظة وأخرى رهينة هذا المجرم، ثم يوفر له كل الحماية وكل الإمكانيات وكل التسهيلات، ويصبح يجول في أي مكان. وهذا الأمر اللي وقع في قضية البوشي طبعا، هو الآن لا يزال بارئا إلى حين محاكمته، ولكن الأخبار الأولية تقول بأنه كان يحظى بنوع من الحماية، والرابط في هذه الحماية هو السائق الشخصي للمسؤول الأول لجهاز الشرطة الجزائري سابقا. هذا الأمر ربما يكون عمل شخصي من طرف هذا السائق، ولكن إذا ما هو بصفته الشخصية وليس بأوامر من اللواء عبد الغني هامل، ولكن إذا ما ثبتت قرائن أو أدلة تثبت بأن ربما هذه التعليمات أو التوصيات كانت من طرف اللواء عبد الغني هامل، فإن الأمر يصبح مختلف الآن. لا يصبح العمل شخصي من السائق، ولكن يصبح بإعاز من الرجل الأول لجهاز الشرطة، وهنا تختلف الأمور ويختلف المراكز القانونية، فيتحول إلى متهم وليس شاهد. تتوقع يعني فيه احتمال كبير جدا أن توجه في حالة ما
ثبت انه فيه علاقه فعليه بين اللواء عبد الغني هامل مع البوشي؟ في بدايه الامر اتوقع ان يتم سماعه كشاهد. الحفيظ لدى في يعني امام خضوعه امام قاضي التحقيق في المحكمه الابتدائيه بتيبازا تهم كذلك كانت كبيره وكبيره جدا، انشطه غير مشروعه، استغلال النفوذ، نهب العقار وسوء استخدام الوظيفه. طبعاً في محكمه تيبازا، لانه ربما احد ابناء اللواء تحصل على قطعة أرض ربما تفوق 10,000 متر مربع بجانب فيلا لكمال البوشي في مدينة القليعة لأجل ميناء جاف. طبعا كل هذه الأمور تحصل عليها أبناء المسؤولون أثناء ممارسة أبائهم للسلطة وللوظيفة التي عهدت إليهم. يعني أنت تشوف بأن كل الأشخاص المتابعين في الجزائر الآن وراء متابعتهم يا إما أبنائهم يا إما الإخوة تاعهم يا إما يعني المحيط، هذا الإنسان أو شخص آخر عليه أن يمارس وظيفته وأن يبعد عائلته كلها عن كل هذه الامتيازات، لأنه في الأخير الإبن يستفاد والأب يدفع الثمن. صحيح. هذا بالنسبة للملف المفتوح على مستوى التحقيق بمحكمة تيبازا، ولكن إذا تحدثنا على الملف المفتوح على مستوى محكمة سيدي محمد وهو موضوع قضية اليوم بخصوص بطول عبد الغني هامل، أظن بأن الأمر ماهوش بعيد كثير، لأنه مرتبط ب السلطة والامتيازات. هو السلطة والامتيازات هو في الأول والأخير فساد. يعني الأمر واضح، عندما لا تكون تملك السلطة فلا تملك شيء، وعندما تملك السلطة تملك كل شيء. صحيح. هذا هو التعريف الحقيقي للفساد. لذلك يلتصق المجرمون ويلتصق الأشخاص الذين يجنون ثروات في أيام وفي أشهر، فقط يلتصقون برجال السلطة، يدفعون المال للتعرف عليهم ويدفعون لهم للحصول على امتيازات السلطه. في رايك هذه الحمله، حمله مكافحه الفساد، شفنا اسماء كبيره سقطت تباعا، واليوم يتم التحقيق مع عبد الغني هامل، وتم التحقيق وسمع اقوال شخصيات كبيره في السلطه سابقا، تعتقد انه هذه رساله طمأنه مباشره اليوم للشعب الجزائري بانه فضائح فساد سيتم التحقيق معه؟ والله خلينا لا نشكك في اي اجراء، يعني كثير من الناس يقول لك هذه تصرفات سياسيه، ولكن هؤلاء الأشخاص مثلوا أمام القضاء. يعني أظن بأن القائمة لا تزال مفتوحة، ولكن أظن أيضا أن هناك كثير من الأشخاص مستثنين إلى حد اليوم وهم معروفون في قطاعاتهم، معروفين، نعرفوا كثير من القطاعات في الجزائر اللي طالها الفساد. الفساد هذا ما تكبدتش الخزينة العمومية بعشرة ملايين ولا مليون دينار، ولكن هي ملايير الدولارات. صحيح. يعني في عدة قطاعات، عندك قطاع الأشغال، عندك قطاع الصيد البحري، عندك قطاع الثقافة. يعني حبذا لو نرجع قليلا الى عده وزارات راح نجد فيها الكثير من الاشخاص ربما اللي قاموا بفساد كبير، ولكن لم تطالم التحقيقات الى حد الان، وهذا الامر ربما محير بعض الشيء لسدى المواطنين، لانه الفساد في الجزائر ماهوش ثلاث اشخاص او اربعه اشخاص أو قطاع أو اثنين. يعني أنت تعرف أنه كثير القطاعات، ربما المشاهد أيضا يعرف بأنه كثير من القطاعات اللي لازم نجيبوا الوزراء الذين تعاقبوا عليها. صحيح. في مثال فساد، ونتحدث عن قطاعات يعرفها العام والخاص. إذا مباشرة متابعة هؤلاء المسؤولين لا يكفي، لأنه ربما سنترك الفرصة كي يفلت البعض من العقاب. والذين بددوا ملايير الدولارات في مشاريع وهمية وبددوا ملايير، أنت تعرف بأن الطريق السيار لا يزال إلى اليوم يستهلك أموال كثيرة جدا. صحيح. يعني بعد حوالي 10 سنوات لازال الطريق السيار لم ينتهي بعد، ويوصف بأنه أكبر أو أغلى طريق في العالم، يعني أغلى طريق سيار. لا ليس فقط هكذا، ولكن يا ريت لو كنا صرفنا أموال وانتهينا من الطريق، صرفنا الأموال ولا نزال اليوم. صحيح. يعني خذ انت اليوم دير طريق السيار من الشرق الى الغرب وشوف هل المؤسسه ما زالت تخدم. لماذا كل هذا؟ لماذا نخدم طريق سيار ثم نعيد ترميمه في كل مناسبه؟ يعني هذا ايضا تبذير ام لا؟ هذا تبذير للمال العام. انا اتحدث عن قطاع واحد فقط. اذهب الى قطاع الصيد وافتح تحقيقات وسترى ما حدث في هذا القطاع، واذهب الى قطاع الثقافه وافتح تحقيق وسترى ما يوجد في قطاع الثقافه وكثير من القطاعات. ملفات وملفات كبيره جدا ربما تنتظر جهاز العداله لفتحها. انا انصح بفتح ورشه وليس ملفات، هذه ورشه لمحاكمه الفاسدين. ورشه لا تستثني احد، ولا تستثني وزاره، ولا تستثني اي بلديه ولا اي ولايه. الفاسدون في الجزائر معروفون في كل مكان، والفساد في الجزائر كما اقول دائما
ليس 10 أشخاص أو 20، ضف أصفار أخرى وستجد أن الفساد بالآلاف في كل الولايات، يعني كل المواطنين في الولايات يعرفوا شكون هم الفاسدين في كل هذه. إذا مثل ما قلت سعد الحفيظ، ممكن جدا أن يتم استدعاء أسماء كبيرة بعد سماع أقوال اليوم عبد الغني هامل. طبعا لابد من استدعاء هذه الأسماء، هذا ملف فقط لا يزال، لأنه لرأي العام حتى المشاهد الجزائري اللي يشاهد فينا يعني سمع كثير من ربما الأسماء التي قيل أنها لها علاقة ربما بهذه القضية، تتوقع استدعائهم ربما في قادم الأيام؟ طبعا لابد من استدعائهم، لابد أن لا يستثنى أحد. أنت تعرف بأن قضية الطريق السيار تم استثناء منها الكثير من الأشخاص، يعني أسماءهم موجودة في الملفات وتم استثنائهم وتم إخراجهم من هذا الملف. هناك من لم يستدعى إطلاقا، وهناك من تم سحب اسمه بناء على تعليمات معينة. وهكذا خذ المثال على كثير من الملفات، ملف سونطراك الأول، ملف سونطراك 2، وملفات أخرى لابد أن تفتح في هذا الوقت بالذات. لماذا؟ لأجل تنقية المجال السياسي. صحيح. عندما تأتي بهؤلاء الأشخاص الفاسدين الذين يتصدرون واجهة الحياة السياسية في الجزائر وتجرهم إلى المحاكم كي يواجهوا قانون العقوبات وقانون الفساد الجزائري، أنت تنقي الحياة السياسية من هؤلاء الأشخاص. أنت لا تترك لهم فرصة المناورة وفرصة الحديث عن النظافة وعن مكافحة الفساد وعن مواطن صالح وعن أحزاب صالحة. جر هؤلاء الأشخاص سيمنح جرعة من الأمل للمواطنين، وسيمنح جرعة من الأمل لكل الجزائريين الذين ينعمون أو يريدون أن ينعموا بحياة طاهرة، حياة سياسية نظيفة. هؤلاء الأشخاص مارسوا السياسة لأجل الوصول إلى السلطة، ولأجل الوصول إلى السلطة لأجل الحصول على المال، واستعجلوا الحصول على المال بدلا من أن يصبحوا أثرياء في 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، أصبحوا أثرياء في أشهر وربما في سنة، والقائمة طويلة جدا. يعني حبذا لو نحركوا هذه القضايا ضد الفساد على المستوى المحلي ثم على المستوى الولائي. شكرا لك سعد الحفيظ كورتيل، محامي ومستشار قانوني، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدي